أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو ظهر فيه الداعي السعودي محمد العريفي مع أحمد البايد محترف ألعاب السحر وخفة اليد والخداع البصرية، وعلق العريفي على لقائه بأحمد. كما أظهر الفيديو حكى أنه التقى فيه لأنه سأله عن حكم الشرع بعمله وقيامه بالخداع البصرية. وأضاف العريفي: بعد لقائي بلعب الخفة أحمد البايد ومشاهدتي لبرنامجه على NBC اقتنعت أنه ألعاب الخفة إلها تفسيرات كتيرة. الفيديو نشر لأول مرة على الإنترنت بعام 2012، وقعد مغردين تداوله مرة تانية تزامناً مع عرض أحمد برنامجه عن خفة اليد بعنوان خفة ب 2016. كان معكم أرواد بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.